من القاهرة ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا بك معنا، هل تم التأكد أن مصدر هذه الضربات هو إسرائيلي وما حجم الخسائر إن كان هناك أي تحديث لديك خلال الساعات الماضية بالإضافة إلى ما ذكرنا؟ نعم صباح الخير. طبعا يرجح بأنه إسرائيلي إلى أن يثبت العكس. كنا نعتقد بداية أنها طائرات أمريكية نتيجة التحرشات التي تقوم بها ميليشيات إيران ضد ضفاف الفرات الشرقية وقصف ضفاف الفرات الشرقية، ولكن الموضوع على ما يبدو بأنه يعني ترجيحا شبه مؤكد بأنه إسرائيل استهدف نقاط أو ثلاثة مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية عند الحدود السورية العراقية أو ما يعرف بطريق طهران بيروت في منطقة البوكمال. جرى تدمير المواقع الثلاثة بالتزامن مع هذا القصف على الحدود السورية العراقية. كان هناك تدمير للرادار الذي رصد الطائرات التي يرجح بأنها إسرائيلية في جبل عرابش والواقعة في أطراف مدينة دير الزور، وجرى تدمير الرادار بشكل كامل. نتيجة هذه الغارات قتل 6 عناصر من جنسية غير سورية في القصف على مواقع الميليشيات الإيرانية، بالإضافة لأربعة جرحى من قوات النظام بقصف كتيبة الرادار بينهم إسلام بحالة خطرة. وجرى أيضا تدمير الرادار الذي كان يقع على جبل هرابش في مدينة دير الزور. إذا ما تأكد بشكل قطعي بأن الغارات الإسرائيلية فهذا يكون تطور إسرائيلي بعد أن حصلت الغارات الإسرائيلية خلال الأشهر أو العام الماضي في مناطق الوسط سوريا وحلب ودمشق والجنوب السوري والحدود السورية اللبنانية. عادت إسرائيل مرة ثانية لتقصف الحدود السورية العراقية بعد أن عجزت الولايات المتحدة الأمريكية وفق وعودها لإسرائيل يعني قطع طريق طهران بيروت أو ما يعرف بأولا تحجيم التحركات السلاح الإيراني من العراق باتجاه الأراضي السورية. سابقا كان يترك السلاح إلى أن يصل إلى وسط سوريا وحلب والحدود مع لبنان ويقصف. الآن على ما يبدو بأنهم أرادوا أن يستهدفوا هذه المنطقة ويحاولون إغلاق هذا طريق طهران بيروت أو هذا المعبر جوا بعد أن عجزت الولايات المتحدة عن إنشاء قوة عربية لقتال الإيرانيين في ضفاف الفرات الغربية وإغلاق طريق طهران بيروت الاستراتيجي لطهران. في حال تم التأكد أن هذه الاستهدافات هي إسرائيلية لقطع الإمداد الإيراني للداخل السوري، ما تداعيات ذلك على الداخل السوري والميليشيات الإيرانية المتواجدة هناك وبالتالي على المنطقة؟ يعني هناك سوف يحجم حقيقة الأمر التحركات الإيرانية، لأن السلاح الإيراني مؤخرا بات ينقل بشكل كبير جدا عبر العراق من البوابات العسكرية أو المعابر الغير شرعية، لأنه المطارات كانت مهددة بشكل واضح من قبل إسرائيل. أي تحركات للطائرات الإيرانية التي تنقل السلاح سوف تستهدف المطارات، سواء مطار دمشق أو مطار حلب الذي خرج عن الخدمة قبل أشهر. ولكن إذا ما تأكد بشكل قطعي أنها إسرائيلية أعتقد بأن إيران ستعيد حساباتها بطريقة تخزين السلاح داخل الأراضي السورية المخزن بشكل كبير جدا والذي لم يستخدم حتى اللحظة بصاروخ واحد لاستهداف الإسرائيليين في الجولان المحتل ولا نقول في فلسطين أو عمق إسرائيل. طيب هذا ما أود أن أسألك سيد رامي، هناك اعتاد وثخيرة كبيرة جدا بحسب ما وصفت حضرتك مخزنة في الداخل السوري، لماذا لا تستهدف إسرائيل هذه المراكز تحديدا وأغلبها هي تحت الأرض؟ لماذا هذه الاستهدافات لأن نسمع بها بين الفينة والأخرى والتي هي يعني أضرارها ليست بالكبيرة مقارنة إن استهدفت مركز تخزين الأسلحة؟ لا، هناك يعني استهداف في بعض الأحيان لمراكز تخزين الأسلحة، ولكن دعينا نقول بأنه عندما تستهدف البوكمال وتستهدف الحدود السورية اللبنانية ويستهدف المحيط مع الجولان المحتل هذا يدل بأن إسرائيل توجه رسائل لإيران بأننا سوف نستهدفهم بكامل الأراضي السورية، ممرات الدخول ومناطق التخزين. شاهدنا سابقا بأن هناك عمليات أمنية على الأرض لتدمير مستودعات ذخيرة سواء كانت في دمشق ومحيطها ومناطق سورية مختلفة. شكرا جزيلا لك من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.